شكرا لسيميمون، شكرا لسيميمون. يعني اش غادي نقول لك، يعني المقابله كانت مقابله صعبه مع فريق كيحتل الصف الاول. يعني اذا كان كيحتل الصف الاول فين اللي كيحتلو عن جداره واستحقاق. يعني فريق متكامل، فريق ديال اتحاد بني وعياش، يعني فريق مزيان. لهذا سيميمون يعني هذا الانتصار جاء بعد مجهود كبير وبعد يعني واحد العناء. كما شفتي النتيجه كنا منهزمين، ومن بعد يعني استطعنا نرجعوا في المقابله، ولكن يعني مازال قدامنا الخدمه بزاف، مازال قدامنا يعني خصنا نجتهدوا، خصنا نخدموا، لانه مازال خصنا الخدمه بزاف، وفريق نجم ميدار لا خوف عليه هذه السنه ان شاء الله. شكرا سيد مولين. شكرا.